الله تبارك وتعالى يحبك أيها الإنسان، فيرسل لك هذه الإنذارات عسى أن تتعظ وتعود إلى طريق الحق تبارك وتعالى. يعني انظر معي هنا، هذه هزة أرضية خفيفة في قريبة من الصين في نيبال. نعم. هؤلاء القوم لديهم أكبر نسبة من الكفر والإلحاد والمشاكل مع الله سبحانه وتعالى. فانظر الهزة الخفيفة جدا جدا، يعني رجفة خفيفة هدمت المباني وأحدثت رعبا وخوفا لدى الناس، وتجدهم لا يعرفون ماذا يفعلون في هذه، ويهربون طبعا ويهرعون خارج. هزة أرضية خفيفة فقط. هذه الهزات الأرضية منشأها من الطبقة الثالثة من طبقات الأرض، نعم على عمق مئات، يعني أكثر من بحدود 400 أو 500 كيلومتر. هناك طبقة هي عبارة عن بحر من النار ملتهب بسبب درجة الحرارة العالية والضغط الهائل. تقوم ببعض الضغوط التي تضغط على القشرة الأرضية فتحدث هذه الهزات الأرضية. انظر هذا الرجل كيف سبحان الله. نعم يعني يجلس في مكانه والآخر يهرب، والناس يتوقفون لا يعلمون ماذا أين يذهب، يمينا أو شمالا، يحاولون أن يتجمعون هكذا خوفا ورعبا. وهذه رجفة بسيطة، فكيف بيوم القيامة عندما يقول الله تبارك وتعالى إذا رجت الأرض رجا، يعني رج عنيف جدا يوم القيامة. وعندما يقول عز وجل الراجفة تتبعها الرادفة، نعم ذكر الراجفة ثم ذكر الرد، الهزة المرتدة. نعم هناك الهزة الأصلية، هناك هزات تسمى هزات مرتدة أو راجعة، ذكرها القرآن الراجفة تتبعها الرادفة. فهو نوع من أنواع العذاب هذه الرجفة، يعني هزة بسيطة أصبحوا في دارهم جاثمين. يعني انظر هذه الهزة البسيطة سبحان الله تجعل الناس في كأنه حالة جاثم، هلع وفزع. هلع ويجلس في مكانه. يعني انظر هنا الحركة الطبيعية، مثلا أي بعد قليل ستحدث هذا، ستجد الناس جاثمين في مكانهم. يعني نعم القرآن يصور لك الحقائق بشكل، انظر بدأوا يركضون ثم يتجمعون، ثم تجد سبحان الله أحدهم يجلس في مكانه لا يستطيع أن يتحرك، أين يذهب، يمينا أو سبحان يسارا. الله. وهذه هزة قليلة جدا جدا لا تساوي شيء أمام الرجفة التي أهلك الله بها بعض قوم الكفار. شعيب نعم. نعم وطبعا هنا نرى الناس يتجمعون يقفون خاشعين، يعني خائفين طبعا من هذا الجندي الخفي. هذا تحذير. سبحان الله، انظر الناس هنا سبحانك يا رب، غير سبحانك يا رب. مسلمين وغير مؤمنين، على الرغم من ذلك بعد أن تنتهي هذه الهزة يعودوا لكفرهم كما وإلحادهم كانوا. ومشاكلهم. فتصور كيف إذا كنا يوم القيامة عندما يقول الله تبارك وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض الأرض أثقالها. أثقالها يا الله. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يعني أيها الإنسان، أليس لك عقل تتفكر فيه؟ إذا كانت رجفة بسيطة تجعل هؤلاء الناس لا يتحركون، يتجمعون، يهرعون، منهم من يغمى عليه، منهم من قد تأتيه نوبة قلبية في هذا من شدة الخوف إذا كان لديه مشاكل في القلب أساسا. فهذه الهزات الأرضية هي إنذار من الله، وهي جندي خفي يعمل على إنذار هؤلاء الناس عسى أن يعودوا إلى الله سبحان سبحانه الله وتعالى، سبحان الله. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون دون العذاب العذاب الأكبر الأكبر لعلهم يرجعون. يعني هذه الزلازل، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى له الله عليه حديث وسلم. عجيب. نعم الدراسة العلمية تقول لك بعد عام 2000 بدأت الزلازل تكثر تدريجيا، وخلال ال5 سنوات القادمة من 2020 إلى 2025 تقريبا سوف تحدث
أعداد كبيرة من الزلازل المدمرة. هذه إحصائية حديثة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحدث عن علامات الساعة وأشراطها وأمارات اقتراب الساعة، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: وتكثر الزلازل. انظر إلى هذه الدقة العلمية في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وتكثر الزلازل، هذه الهزات الأرضية هي أقل نوع من الزلازل. نعم. يعني هي نفس آلية عمل الزلزال، هي عبارة عن هزة. شوف كما نرى. بالضبط في قشرة الأرض، يهتز قليلا هذا اللوح الأرضي ويحدث هذا الخوف والرعب، ويحدث أحيانا دمارا كبيرا، ولكن من رحمة الله تعالى أنه أحيانا يصيبك بإنذار بسيط، هزة خفيفة، من أجل أن تفيق، عسى أن تفيق وتعود أو ترجع. من الذي أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام أن الزلازل ستكثر؟ هنا أيضا هذه مناطق تتعرض لكثير هنا في غرب شمال الصين والنيبال. في لحظة واحد يعني انظر، في لحظة توقف واحد. كل شيء يعني أصبحوا في يعني سبحان الله، الآية التي ذكرتها: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. آية رقم 78 في سورة الأعراف. أن الرجفة تجعل الإنسان يجثم في مكانه، سبحان الله، لا يتحرك. سبحان الله. سبحانك يا رب. انظر كيف أصبحوا جالسين، وهذه رجة بسيطة يعني لو كانت أعنف من ذلك ستجد كل واحد يجلس ويجثم جثم. انظر هنا يعني كأن هذا المشهد هو صدق القرآن وصدق سيدنا النبي، هو صورة مصغرة عن عذاب قوم شعيب. حتى يتبين لهم أنه الحق.